بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم عليكم طلابنا الأعزاء. إن شاء الله أنا راح أكمل وياكم المحاضرات، نحاول قدر الإمكان نستفاد من الوقت اللي عدنا. على مود الوقت اللي يزود نقدر نراجع بيه المحاضرات اللي ما فاهمينها إن شاء الله بعد ما ينتهي الحضر. وبالنسبة للامتحان اللي راح يصير إن شاء الله بعد الحضر، نحاول قدر الإمكان نخلي أقل عدد من المحاضرات اللي ممكن تمتحنون وتحصلون درجات بها زينة. اليوم محاضرتنا على Mechanical Objectives for Successful Root Canal Perforation given by دكتور شولدر. طبعا من أهم المحاضرات هاي محاضرة اليوم، شلون تعرف تسوي Mechanical Objective for successful root canal perforation. اكو حقائق لازم نعرفها. The root canal perforation should be developed a continuously tapered cone. This shape mimic the natural canal shape. احنا نحتاج نسوي continuously taper للكنال. اوكي، طبعا ماكو كنال هي continuous taper، فراح نغير بشكل الكنال. Making the preparation in multiple planes which introduces the concept of the flow. This object preserves the natural curve of the canal. This object preserves the natural curve of the canal. احنا نقول عليها 3 dimensional preparation على مود بعدين نحصل 3 dimensional obturation. يعني ال preparation مالتنا داخل الكنال راح يكون in multiple planes، ميزيالي ديستالي بوكالي لينجوالي، وعلى مود نحافظ على الناتشرال كيرف مال الكنال. طبعا ماكو كنال ستريت 100%، كل الكنالات بهن كيرفتشر، فاحنا طبعا نغير الكيرفتشر مال الكنال، لا نحاول نحافظ على الكيرفتشر مال الكنال بطريقة بربريشن صحيحة، ونجي راح نجي عليها بالتدريج وأعلمكم شلون تحافظون على الناتشرال كيرف مال الكنال. Making the canal narrower apically and widest coronally to create a continuous taper tapers up to the apical third which creates the resistance form to hold Gutenberg in the canal. دائما تحاول قدر الامكان وتخلي الابيكال فورامين as small as possible، لا تحاول تعرضها الابيكال فورامين. اذا عرضت عندك الابيكال فورامين راح يصير عندك الدقري مال الفيلارتي عالية كلش، فتحاول as small as possible الفايل اللي يوقف عند الابيكال فورامين وطلع لك كلير دنتين، لا تحاول تكبره بعد اكثر. نسميها هاي ابيكال بارت بريبريشن. بنفس الوقت شو راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا ينطينا ريزيستنس فورم على مود ما تطلع الجتبركة من الكنال. يعني ممكن ندخل الجتبركة بداخل الكنال، ما راح تحصل، نسميها اكو فد مصطلح نسميه تاك باك، ما راح تحصل تاك باك، وراح يصير ايزلي سليبيج فروم ذا كنال. فاذا كانت الابيكال بارت بريبريشن از سمول از بوسيبل، راح ممكن نحصل ان على الريزيستنس فورم للجتبركه انترا كنال. Avoid transportation of the foramen. There should be gentle enlargement of the foramen while maintaining its position. تحافظ على مكان الفورامن، ما يصير transportation للابيكال فورامن. ممكن اذا
يعني سويت فورسلي انسترومنتيشن للكنال، ممكن راح تغير المكان مال الابيكال فورامين، لان الفايل شارب راح يسوي شيفينج داخل الكنال، فممكن يسوي له طريق ثاني غير الابيكال فورامين، اسميها ترانسبورتيشن اوف ذا فورامين، فراح يسوي لنا فورامين جديده. مينلي الفورامين يصير لاترالي بالروت. اذا سويت فورسلي بربريشن داخل الكنال، ممكن راح يروح ابيكالي ويسوي لنا فورامين جديده، اكيد نتائجها يصير فيلارتي بالاندودنتيك تريتمنت. كيب ذا ابيكال اوبننج از سمول از بوسيبل، حجينا عليها لازم نخلي الابيكال اوبننج از سمول از بوسيبل. The foramen size should be kept as small as possible, as overlapping of the foramen contributes to the number of iatrogenic problems. Double the file size apically increase the surface area of the foramen four folds. يعني إذا غيرنا إذا كبرنا الفايل بالأبيكال فورامين مثلا من 20 لل 25، راح يكبر لنا 4 مرات الحجم مالته. فنحاول قدر الامكان انه الفايل من يوقف بالابيكال فورامين لا نحاول نكبر السايز، وقف ونضعنا كلير دنتين خلاص انف، لا تكبر بعد اكثر، بس تحتاج تكبر كورونالي. هسه راح احكي عليه شلون تكبر كورونالي. الاوبجكتيفات طبعا اللي شرحتهن موضحة بالصورة، الفرين فليرنج، عندنا الميكينج مالتيبل بلينز يعني 3 دي دايمنشنال بريبريشن، ثلاثة الابيكال بارت از سمول از بوسيبل، انا متحصل ريزيستنس فورم للجاثيبيركا، والابديتات الاخيرة على الابيكال فورامين. Aids in preparation of the root canal. Aids in preparation of the root canals. Intracanal irrigants. Root canal irrigation serves many reasons as. شنو فوائد الانتراكانال irrigant؟ Flushing out the debris. لازم تعرف شنو شو يسوي الارجنت، يعني بتعرف ما اهميه الارجنت سوليوشن اللي نسوي بها الريجيشن للكنال. فلاشينج اوت ذا ديبريز، طبعا راح يطلع لك الدبريز من الكنال. ذا سوليوشن شود بي ايبل تو فلاش ذا دبريز اوت سايد كورونالي ذا كنال. نورمال سلاين از يوز تو فلاش ذا دبريز فروم ذا كنال. مو بس النورمال سلاين، اني مرات استخدم ديستل ووتر، ديستل ووتر هم يسوي لنا فلاشينج للدبريز من الكنال. اي سوليوشن ممكن يسوي الابريكيشن وبنفس الوقت يسوي لنا فلاشينج للدبريز من الكنال، تقدر تسوي بيه انترا كنال اريجيشن نورمال سلاين اور ديستال ووتر فلاشينج اوت ذا دبريز فروم ذا كنال. هاي اول خطوه. اثنين، تشو ديسوليوشن، نحتاج الريجنت سوليوشن يسوي لنا تشيو ديسوليوشن. مرات تبقى عندك باللاترال كانالز بالاكسسوري كانالز تشيوز، شو نسوي لهم ديسوليوشن؟ لاذا تبقى هاي التشيوز باي تايم تجي عليها البكتيريا وصلها ديسوليوشن تحول الى ابسس وتسوي فيلارتي بالاندودونتك تريتمنت. فتحتاج ارجن سوليوشن يسوي لنا تشيو ديسوليوشن. طبعا شنو هاي التشيو؟ تشيو هي بلب تشيو remnant in the canal. The solution should be able to dissolve the soft tissue and hard tissue remnants to permit their removal. يعني تحاول تسوي the solution للتشيو الموجودة سواء hard أو soft tissue اللي موجودة داخل الكنال. hard tissue مثل ايش؟ مثلا chips، dentine chips، أثناء ال instrumentation تبقى dentine chips داخل الكنال، هم بدي نسوي هاد solution. وعندنا ال soft tissue اللي هي bulb remnant mainly sodium hypochlorite اللي هو القاصر، احسن
تشيو ديسوليوشن بداخل الريجن سوليوشن ممكن تستخدمه اللي هو القاصر تشيو ديسوليوشن. انتي باكتيريال اكشن تحتاج انتي باكتيريال اكشن بالاريجن سوليوشن. The solution should be able to sterilize the canal or at least eradicate most of bacteria and toxins inside the canal. ايضا الصوديوم هايبوكلورايت يحمل هاي المواصفات. وممكن نستخدم intracanal antibacterial solution نسميها ليدر ميكس اللي هي combination of antibiotics سوليوشن ممكن نستخدم داخل الكلام. ممكن تستخدم انتي بكتيريال اكشن مترانيدازول سوليوشن ممكن تستخدمه كارجن سوليوشن بالاضافه يعني مثلا للصوديوم هايبوكلورايت. لابريكيشن it should aid the instruments to slide down the canal. Sodium hypochlorite possesses all of the above criteria. Lubrication يعني تخلي الفايل يدخل للابيكال اريا وبنفس الوقت يطلع من الكنال. يعني الميديم نخليها لبريكانت. اوكي؟ كل هاي المواصفات موجودة بالصوديوم هايبوكلورايت. طبعا تركيز الصوديوم هايبوكلورايت من 2.5 الى 5.25 اللي موجود بالنسبة لنا هذا القاصر الموجود نستخدمه غسل الملابس تركيزه 5.25 ممكن تخفف بوتر عم تحصل تركيز 2.5. طبعا الافكت مال 5.25 تقريبا نفس الافكت مال 2.5 بس اكو خاصية ممكن نزيد الافكتفنس مال الصوديوم هايبوكلورايت. ممكن الصوديوم هايبوكلورايت نرفع درجة الحرارة مالته ممكن نحميه. اذا حمينا راح يسوي لنا ينطينا افكت اعلى. The hypodermics syringe can be used and the needle should be placed loosely in the canal. حكينا عن needles وشنو مواصفات needles اللي ممكن نستخدمها بالirrigation بالكنال. Laterally طبعا open it والسايز مالتها صغير بحيث توصل للابيكال اريا ويكون لوز بداخل الكنال اثناء يعني من تخلي النيدل بداخل الكنال ما تحشر داخل الكنال لا بحيث لوز تتحرك بعدين تتفعل الصوديوم هايبوكلورايت مالتك. اذا ما تتحرك بداخل الكنال ممكن تحشر راح تتفعل صوديوم هايبوكلورايت يعبر الابيكال بارت مال الكنال ممكن يعبر للابيكال بري ابيكال تيشو. طبعا راح يسوي لنا مشاكل من عبر البريابيكال تيشو. اوكي فنحاول انه الريجيشن بس بداخل الكنال. examination of the instruments each instruments should be examined each time before insertion inside the root canal to verify the presence of any signs of fatigue stress or damage. So any instrument showing such signs should be discarded. طبعا كل فايل تستخدمه داخل الكنال من يطلع من داخل الكنال تباوع له خاف صار بيه فراكتشر نقص الطول مالته او صار بيه فتيك سايكليك فتيك نسميها سايكليك فتيك راح تشوف الفلوتس تحزيزات مال الفايل انفتحت. اذا لقيتها انفتحت لا بعد لا تستخدم الفايل ذبه خلاص لان ممكن اذا تستخدمه مره ثانيه داخل الكنال ممكن ينكسر فنسميها cyclic fatigue او stress الفايل. فنحاول قدر الامكان نستخدم نشوف الفايل بعد ما نستخدم لكن اذا انكسر او صار بي cyclic fatigue على مود نسوي له discarding. طبعا خلي اعلمكم شغله شلون اسوي له discarding. الفايل مثل يسوي له discarding لا تشمره عدل ممكن يجي واحد غيرك يستخدمه او ممكن انت تنساه وتستخدمه مرة ثانية. حاول تكسره حاول تكسر الفايل تثنيه وتكسره وبعدين شمره عمود
خاف مثلا لما خليته مكان مثلا ممكن ترجع له مره ثانيه، او يعني ما منتبه عليه وترجع له مره ثانيه، فانت من تكسره بعد خلاص انتهى الموضوع. Break curved instruments in case of curved canal. The instrument should be curved to estimate the curvature of the canal. This is truly only true only in case of single seal instruments, both nickel titanium instruments is flexible. الكيسات اللي بيها الكنال كيرفت، شلون راح تعرف الكنال كيرفت؟ ما راح تخلي الفايل اللي هو سايز صغير مثلا نقول 8 او 6 او 10 او 15، راح تخليه بداخل الكنال، راح تسحبه راح تلقي كيرف، يعني هو معوج، يطلع لك معوج من الكنال. فانت راح تخلي ببالك انه هذا الفايل، انه هاي الكنال هي كيرفتشر بيها. فايش تسوي اذا كنت تستخدم ستانلس ستيل فايلز؟ سوي بها كيرفتشر صغير، نفس الكيرفتشر اللي طلع لك من الفايل الصغير اللي استخدمته بالبداية، على مود تكمل البريبريشن مالتك. ليش؟ على مود لا يصير ترانسبورتيشن، على مود لا يصير بي ليج، على مود ترانسبورتيشن طبعا عرفنا انه يتغير ممكن الابيكال فورامين، عم نحافظ على الكيرفتشر مال الكنال. طبعا هاي الحالة بس بال ستانلس ستيل انسترومنتس، بالنيكل تيتانيوم يصير بيها فلكسبيلتي عالية، فما يحتاج تسوي بيها بري كيرف، لان هي راح يصير بيها كيرفتشر طبيعي بداخل الكنال. Use of instruments in sequential order. Root canal preparation is done gradually by using successfully large files. Never skip any size of instruments. Example: size 20 followed by size 24, 25, then 30, and so on. But not size 20, then 30. عرفنا يمكن السايزات مع الفعلات، السايزات مع الفعلات تبدي من 6 8 10 15 20 25 30 35 40. مثري سو انسترومنتيشن، طبعا الانترنس فايل اللي هي 10 6 8 10 15، هاي سايزات نسميها انترنس. بعدين تريد تكمل الاوبريشن مال ابيكال فورامين او مال الكنال، وصلت 20 ما يصير تقفز من 20 لل 30، او وصلت 25 ما يصير تقفز من 25 لل 35 او لل 40، لا امشي على السايزات. على السايزات لا تسوي سكيبنج لاني سايز، اوكي، لحد ما تكمل البريبريشن مالتك مال الكنال. تكنيكس ان روت كانال بريبريشن، طبعا اللي هنا راح اوقف التسجيل، نعتبر هذا الجزء الاول للمحاضرة، وراح اكمل بجزء ثاني نفس اليوم ان شاء الله.